بيبدأ الفيلم برجل أعمال اسمه فرانك عنده شركة صغيرة في نيويورك، وبيكون متجوز واحدة اسمها جوين، ولكن فرانك دايما بيخون مراته وعنده علاقات نسائية كتير جدا. وفي طريقه للشركة بتاعته بتكلمه جوين في الموبايل وبتبدأ تزعق له عشان عرفت من السمسار بتاعه ان هو بيخونها وان هو أجر شقة لعشيقته على البحر. فبيحاول فرانك يبرر موقفه وبيقول لها ان هو أجر الشقة دي علشان يحتفلوا بعيد جوازهم، ولما بيلاقيها اقتنع بكلامه بيتصل على السمسار بتاعه وبيتخانق معاه عشان قال لمراته ان هو بيخونها. وفي نفس الوقت ده بيكون في اتنين بيحاولوا يركبوا تكييف في الشقة بتاعتهم، وفجأة بيقع التكييف في الشارع وبيكون فرانك واقف تحت العمارة، فبيسمع صوت حد بيصرخ من العمارة، وأول ما بيشوف التكييف بيتحرك بسرعة وبيروح يقف في نص الشارع، ولكن لسوء الحظ بيجي أتوبيس وبيخبطه وبيتحول فرانك لشبح، وبيلاحظ إن محدش شايفه والناس بتعدي من خلاله كأنه مش موجود. بنروح بعدها لدكتور أسنان اسمه بن، وبتكون حبيبته انفصلت عنه من سنتين واتجوزت واحد صاحبه، وده سبب له حالة نفسية سيئة جدا وخلى شخصيته تبقى شخصية متسلطة وما بقاش يحب يختلط بالناس أو يتكلم مع حد. فبيجي زميله جاكو بيعزمه على حفلة في فيتو، ولكن بن بيتكلم معاه بأسلوب مش كويس وبيقوله إن هو عنده معاد بالليل، ولما بيخلص شغله بيلاقي كل زمايله بيحتفلوا، فبيتسحب علشان محدش يشوفه وبيخرج من العيادة. وبعدها بيرجع البيت، وأول ما بيركب الأسانسير بتيجي جوين مرات فرانك عشان تركب معاه، ولكن بين بيتعمد يقفل باب الأسانسير في وشها عشان ما تركبش معاه، وبنعرف إن جوين تبقى جارته وساكنة في الشقة اللي فوقيه. تاني يوم بيروح مستشفى عشان يعمل عملية تكميم معدة، وبيتريق على الدكتورة اللي هتعمل له العملية عشان سنها صغير، فبتضحك الدكتورة على كلامه وبتكون فاكرة إن هو واخد بنج وبيهلوس، ولكن الممرضة بتقول لها إن هي ما ادتلوش بنج وإن هو لسه في وعيه، فبتفهم إن بين شخصية انطوائية جدا وقليل الذوق في الكلام. وبعد العملية بيقول بين للممرضة ان هو شاف ناس لابسين بدل في اوضة العمليات، فبتستغرب كلامه ده وبتقول له ان ما كانش في حد في الاوضة واكيد هو كان بيتخيل بسبب البنج اللي اخده. ولما بيطلع من المستشفى بيلاقي ثلاث ممرضات واقفين بيشربوا سجاير، فبيكلم ممرضة واقفة لوحدها وبيقول لها المفروض المستشفى ترفض الثلاثة دول لانهم بيظهروا انطباع سيء للمرضى وبيسيبها وبيمشي. فبتستغرب الممرضة ان هو شايفها وبيتكلم معاها كمان، وبيلاحظ بين ان هي ماشية وراه. وبعدها بيقابل اتنين عواجيز ماشيين في الشارع وبيعتذر لهم عشان كان هيخبط فيهم، فبيستغربوا هما كمان وبيمشوا وراه، وبينادي عليه واحد ماشي في الشارع، فبيحذره بين عشان يخلي باله من العربية، وبيتفاجئ ان العربية عدت من خلاله، وبنكتشف ان الناس اللي بين قابلهم دول اشباح، وناس ماتت قبل كده، ولكن لسبب غير معروف بين بيقدر يشوفهم، فبيتجمع كل الاشباح اللي في المدينة وبيجروا وراه عشان يتكلموا معاه، وبيكون من ضمنهم فرانك اللي العربية خبطته، ولكن بين بيهرب منهم وبيرجع المستشفى عشان يفهم اللي حصل له، فبيقول للدكتورة اللي عملت له العملية ان هو بيشوف ناس مش حقيقيين، وبيقترح ان هو ممكن يكون حصل له هلوسة بصرية بسبب جرعة مخدر زيادة مثلا، فبيطلب منها تكلم دكتور التخدير عشان يقابله ويعرف منه نوع المخدر اللي ادهوله. فبترتبك الدكتورة وبتتصل على مدير المستشفى وبتاخد بين لمكتبها عشان تتكلم معاه، وبيكون واضح عليها ان هي مخبيه على حاجه. ولما بيجي مدير المستشفى بيدي الدكتوره ملف العمليه بتاع بين وبتحكي له اللي حصل في العمليه، وبتقول له ان دكتور التخدير اداله جرعه مخدر زياده اثناء العمليه وبسبب ده قلبه وقف لمده 7 دقائق ورجع للحياه مره تانية. فبينفعل بين وبيقول لها ان ده اهمال طبي وهيرفع لهم قضيه، فبيقطعوا هنا مدير المستشفى وبيقول له ان هو مش هيقدر يعمل حاجه لان هو مضى على ورقه بعد العمليه وبيخلي فيها مسؤوليه المستشفى من اي خطا هيحصل في العمليه، وطبعا هم مضوا على الورق ده لما كان متخدر ومش في وعيه. وبعد شويه بيمشي بين من المستشفى عشان يرجع البيت، وفي طريقه بيشوف فرانك فبيحاول يتكلم معاه، فبيعدي من خلاله وبيلاحظ ان جوين مرات فرانك موقفه تاكسي، فبيركب التاكسي بسرعه عشان يهرب من فرانك، ولكن بيلاقيه قاعد جنبه ومصمم يتكلم معاه، فبيعرفه بنفسه وبيقوله ان هو جوز جوين اللي اخذ منها التاكسي. فبيحاول بين يتجاهل وجوده وبيروح البار عشان يهدي اعصابه، وبيشرح له السبب في ان هو بيقدر يشوف الاشباح في نيويورك، وهو انه مات لمده معينه خلته يشوف الاشباح زي ما يكون واحد منهم. ولما رجع للحياه مره تانية عقله فضل متمسك بوجود الاشباح، وبيعرفه ان سبب وجود الاشباح هو انهم ماتوا وهم مش مستريحين وعندهم مشاكل في الدنيا ولسه ما اتحلتش، ولو مشاكلهم اتحلت هيختفوا من الدنيا تماما وهيموتوا للابد. واثناء ما كانوا بيتكلموا مع بعض بيجي شبح ست عجوزه وبتطلب من بين ان هو يصلح بناتها على بعض، فبيرفض يساعدها وبيخرج من البار، وبيقول له فرانك ان في واحد اسمه ريتشارد عاوز يتجوز ارمالتو جوين وطبعا في فلوسها كلها، عشان كده بيطلب منه يقرب من جوين ويمنع الجوازه دي، ولكن كالعاده بين بيرفض وبيقول له ان هو ما بيحبش يدخل نفسه في مشاكل غيره، وبيطلع البيت ينام. وفجاه بيصحى على صوت الاشباح وهم واقفين قدامه وبيطلبوا منه يساعدهم ويحل مشاكلهم عشان يختفوا من حياته، فبيخرج من البيت
عشان يدور على مكان ينام فيه بعيد عن الاشباح دول، وفي طريقه بيقابل فرانك وبيقول ان هو اللي ادى الاشباح عنوانه، وطبعا ده عشان يساعده في موضوع مراته جوين، فبيحاول بين يتجاهله. ولما بينزل الشارع بيلاقي الاشباح بتطرده، هو بيقول لفرانك ان هو ممكن يخلي الاشباح يبعدوا عنه بشرط واحد، وهو انه يقرب لجوين ويبعد عنها ريتشارد اللي طمعان فيها، فبيضطر بين يوافق. وبيروح تاني يوم ندوه ثقافيه لجوين بتتكلم فيها عن تاريخ مصر الفرعونيه، وبتكون بتحاول تشرح موميا الملك بيبي الثالث عشان تعرف سبب موته، واللي يعتبر لغز محدش قدر يعرفه. فبيقول بيل فرانك ان هو لازم يتعرف على جوين ويبدا يحسسها بالشك ناحيه ريتشارد عشان ترفض تتجوزه. وبعد ما الندوه بتخلص بيروح يكلمها وبيعتذر لها عشان ركب التاكسي بتاعها لما كان بيحاول يهرب من فرانك، فبترفض اعتذاره ده وبتقوله ان هي جارته وساكنه في الشقه اللي فوقيه، وان هو دايما بيعاملها باسلوب مش كويس. فبيعتذر لها مره تانية وبيبرر لها سبب طريقته معاها ان هو معظم الوقت بيكون مرهق جدا ومش مركز بسبب ضغوطات الشغل، ولكن جوين بتتجاهل كلامه وبتسيبه وبتمشي. وبعدها بيخرج بين من الندوه وبينصح فرانك ان هو يغير طريقته في الكلام، لان جوين اخذت عنه انطباع سيء وهو انه شخصيه انطوائيه وما بيحبش يتكلم مع الناس. تاني يوم بيركب بين الاسانسير عشان يروح الشغل، وبتشوف جوين وبتركب معاه، فبيحاول يفتح معاها كلامه وبيقول لها ان هو لما كان في الندوه بتاعتها لاحظ ان اسنان الموميا كان فيها كسر في الفك السفلي، وبصفته دكتور اسنان ممكن يعرف سبب موت الموميا بمجرد ما يشوف اسنانه. فبتنبهر هنا جوين وبتعرض عليه يروح معاها المتحف عشان يفحص الموميا، فبيقول لها بين ان هو مشغول وهيعد عليها بعد ما يخلص شغل. وبالفعل بيروح لها المتحف بعد ما بيخلص الشغل وبيبدا يفحص موميا الملك، وبعد ما بيخلص فحص بيقول لها ان اسنانه فيها ورم، وده معناه انه ممكن يكون اتصاب بالتهابات شديده جدا اثرت على جسمه كله لحد ما مات. فبتشكره جوين عشان ساعدها في فحص الموميا، وبيبداوا يتكلموا ويتمشوا مع بعض. والاول مره بيتغير اسلوب بين في الكلام وبيكون واضح عليه ان هو اعجب بيها، فبتطلب منه استشاره طبيه، وبتقول له ان هي بتحس بالم في اسنانها لما بتشرب حاجه ساقعه، فبيخليها تفتح بقها عشان يشوف سنانها. وفجاه بيجي شبح وبيطلب منه يقتل واحد صاحبه عشان ينتقم منه ويرتاح، فبيرتبك هنا بينه وبيكون مش عارف يتكلم معاه عشان جوين ما بتقدرش تشوف الاشباح زيه، ولو شافته بيتكلم مع الشبح هتفتكره مجنون. وبعدها بتقول له ان هي مضطره تمشي عشان عندها ميعاد مهم، وبتقع منها المفاتيح جنب شبح واحد عريان. وقبل ما تمشي بيجي حبيبها ريتشارد وبتعرفه على بين بصفته جارها، وبتقول له ان هو دكتور اسنان شاطر جدا. فبيعزمه هنا ريتشارد على الغداء في بيت جوين، وبيقول له ان هي فرصه عشان يتعرفوا على بعض لانه بيواجه مشكله في اسنانه وعاوز مساعدته. بين بيبدا يفكر شويه وبعدين بيقبل العزومه، وبيروح العزومه وبيعرض عليه ريتشارد ان هو ينضم معاه في منظمه حقوق الانسان ويشتغل في جنوب افريقيا عشان يساعد الفقراء والمحتاجين، لان منهم ناس كتير جدا عايزين يتعالجوا ومعهمش تمن العلاج. فبيرفض بين بحجه ان هو ما بيحبش يشتغل في الدول الناميه، وبتيجي هنا مكالمه لريتشارد تبع الشغل وبيضطر ان هو يمشي. فبيستغل بين الفرصه وبيعرض على جوين ان هو يعزمها في مطعم ويقعدوا يتكلموا، فبتوافق جوين، وهناك بتتكلم جوين عن جوزها فرانك وبتقول ان هو كان شخص اناني واكتشفت خيانته ليها بعد ما مات، وان هي متضايقه جدا ان هو مات قبل ما تواجهه بخيانته ليها. وبيكون شبح فرانك قاعد وسامع الكلام وحاسس بالذنب تجاهها. وبعد كده بيرجعوا البيت سوا، واثناء ما كانوا في الاسانسير بيقول لها بين ان هو كان بيحب واحده اسمها ساره ولكنها سافرت وسابته، وبعد 3 سنين اكتشف ان هي اتجوزت واحد صاحبه، وده سبب له حاله نفسيه سيئه جدا وخلاه مش بيثق في اي حد وبطل يختلط بالناس من ساعتها. فبتقول له هنا جوين ان هي جالها شغل للتنقيب عن الاثار في مصر، وبتفكر ترفضه عشان تفضل مع ريتشارد. وبعدها بيدخل بين شقته وبيقول لفرانك ان هو مش حابب يكمل في اللي بيعمله ده، لان جوين شكلها طيبه وما تستاهلش ان هو يخدعها، وده بالاضافه ان هي بتحب ريتشارد وسعيده معاه عشان كده مش هيقدر يدمر لها سعادتها دي. فبيستنتج هنا فرانك من كلامه ان هو بيحب جوين وخايف على مشاعرها. في الوقت ده بتكون جوين في شقتها وبتحمل الكلب بتاعها، وبتقرر ان هي تبعد عن ريتشارد عشان مش حاسه ان هي بتحبه. تاني يوم بيروح ريتشارد العياده بتاعه بين علشان يكشف على اسنانه، وبيقول له ان هو متضايق جدا عشان انفصل عن حبيبته جوين. ولما بيسأله بين عن اللي حصل بيرفض يتكلم وبيقول له ان ده موضوع شخصي، فبيفرح بين بالخبر ده لان هو عاوز يتقرب من جوين ولكن عنده فضول يعرف ايه اللي بيحصل بينه وبين ريتشارد. فبيديله بنج عشان يجبره يتكلم، وبيعرف ان جوين هي اللي قررت تنفصل عنه عشان متردده ومش حاسه ان هي بتحبه. وبعدها بيخرج من الشغل وهو متحمس جدا، وفي طريقه بيقابل شبح فرانك وبيقول له ان جوين انفصلت عن ريتشارد، وبكده الصفقه اللي بينهم خلصت عشان كده لازم يوفي بوعده ويبعد كل الاشباح عنه. فبيستغرب فرانك ان هو فاش ولسه موجود في الدنيا، وده معناه ان هو لسه مستريحش وفي مشكله لازم يحلها في الدنيا عشان يموت بسلام ويختفي. في الوقت ده بيروح بين يقابل جوين في الحديقه وبيحاول
بيحاول يتقرب منها وبيديها هدية، وبعدها بيبدأ يتكلم معاها وبيقع في الكلام وبيقول لها ان هو مرضاش يجيب لها هدية دهب عشان عارف ان هي ما بتحبوش، وطبعا عارف المعلومة دي من شبح فرانك. فبتنصدم هنا جوين من كلامه لان محدش يعرف الموضوع ده غير فرانك، وبتنفعل عليه عشان يقول لها عارف المعلومة دي منين. فبيعترف لها هنا بين بكل حاجة وبيقول لها ان هو دخل المستشفى من فترة وعمل عملية ومات لمدة 7 دقايق، وبعد كده رجع للحياة تاني، وده خلاه يقدر يشوف كل الاشباح الموجودين في نيويورك ومن ضمنهم شبح جوزها فرانك واللي هو موجود معاهم دلوقتي. طبعا جوين بعد ما سمعت الكلام ده ما بتصدقوش، وبتكون فاكرة ان هو بيخدعها وعرف المعلومة دي من فرانك لما كان عايش عشان يستغلها ويتقرب منها. فبيطلب منها تديله فرصة يثبت كلامه وتسأله اي حاجة بخصوص فرانك عشان تتأكد ان هو ما بيكذبش عليها. فبتوافق جوين وبتسأله ايه الكابوس اللي دايما فرانك كان بيحلم بيه وبيخليه مفزوع طول الليل. واول ما شبح فرانك بيسمع السؤال بتاعها ده بيقول لبين ان هو كان بيحلم ان هو بيغرق في البحر. فبيقول لها بين الكلام اللي فرانك قاله، فبيتفاجئ بيها وهي بتقول له ان الاجابه غلط وان هي مصدومه فيه عشان كان بيخدعها طول الوقت ده، وبتسيبه وبتمشي. وبيكتشف بعد ما بتمشي ان شبح فرانك كان بيتعمد يكذب عليه عشان ما يقربش من جوين اكتر من كده، وبيقول له ان هي ما تستاهلوش لان هو شخص اناني واسلوبه سيء جدا في التعامل مع الناس. فبيقعد بين لوحده طول الليل وبيكون متضايق عشان خسر الانسانه الوحيده اللي بيحبها. وفجاه هنا بيجي شبح الست العجوزه اللي قابلته قبل كده لما كانت بتطلب منه يصالح بناتها على بعض، وبتعرفه ان هي سابت لهم جواب عشان يقروه ويتصالحوا مع بعض، ولكن محدش فيهم شاف الجواب ده، وبالتالي هي لسه موجوده في الدنيا ومش عارفه تختفي لان هي مش مستريحه. وبيجي شبح تاني وبيطلب مساعدته هو كمان، وبيرفض بين يساعدهم هما الاثنين وبيمشي. ومع الوقت بيرجع الاشباح يطردوه مره تانية عشان يساعدهم ويحل مشاكلهم كلهم، ولكن بين بيكون مش مهتم بيهم كلهم وكل تفكيره بيكون في جوين. فبيروح الشغل وبيقابل زميله جاك وبيقول له ان هو بيحب جارته جوين ومش قادر ينساها. فبيستغرب جاك من كلامه ده لان بين شخصية متسلطة وما بيحبش يتكلم مع الناس. وبعدها بياخده للمكتب بتاعه وبيوري له مقولة اينشتاين ومضمونها ان الانسان لازم يساعد غيره عشان يحس ان حياته لها معنى، وبينصحه جاك ان هو لازم يغير من شخصيته لان ده هيخلي الناس تكرهه وهيعيش وحيد طول عمره، واول حاجة لازم يعملها هو انه يساعد الناس. فبيقتنع بين بكلامه وبيقرر يساعد كل الاشباح عشان يحل لهم مشاكلهم المتعلقه بالحياه. فبيساعد شبح الست العجوزه وبيروح لبيت بنتها وبيعرفها مكان الجواب اللي مامتها كتبته عشان تتصالح هي واختها، وبمجرد ما بتقرا البنت الجواب بترتاح والدتها وبتختفي. وبعدها بيساعد 3 اشباح كانوا بيشتغلوا عمال بناء وبيكونوا متضايقين بسبب العامل الرفع اللي شغال معاهم حاسس بالذنب لان هو حاسس ان هو السبب في موتهم. فبيروح له بينه وبيعرفه ان العمال ما ماتوش بسببه وانهم ماتوا بسبب موتور الرفع. فبيختفي شبح عمال بعد ما بيطمنوا ان العامل ارتاح واخيرا مش هيحس بالذنب تاني، وبيقدر بين يساعد كل الاشباح اللي في المدينة. والاول مرة بيكون سعيد لان هو حاسس بالرضا بعد ما قرر يغير شخصيته ويساعد الناس. وبالليل بيروح المتحف عشان يتكلم مع جوين وبيقول لها ان هو اكتشف حاجة مهمة جدا وهي ان شبح فرانك لسه موجود في الحياة ومش بيختفي بسبب ان هي بتفكر فيه طول الليل وبتفكر في خيانته ليها دايما، وبيطلب منها تسامح فرانك عشان يختفي ويموت في سلام. ولكن جوين بتتجاهله وبتكون رافضة تتكلم معاه اساسا. بيجي شبح فرانك وبيسمع المحادثة اللي بينهم وبيخلي بين يعتذر لها بالنيابة عنه على كل اللي عمله معاها. فبتتضايق جوين وبتخرج من المتحف وبيروح بين وراها عشان يعترف لها بحبه ليها، ولكن فجأة بتيجي عربية وبتخبطه وبيتحول شبح والناس بتعدي من خلاله. ولما بيكون مش فاهم اللي بيحصل بيقول له فرانك ان هو مات وتحول لشبح زيه، وبيتفاجئ بين ان ريتشارد حبيب جوين القديم بيحاول ينقذه وبيعمل له تنفس صناعي. فبيلاحظ فرانك ان جوين بتعيط عشان بين وبيفهم ان هي بتحبه. تاني يوم بيصحى بين في المستشفى وبتقول للدكتورة انهم انقذوه في اخر لحظه، وبعد فتره بيرجع لحياته الطبيعيه ولشغله، ولكن بتتغير شخصيته تماما وبيبدا يتفاعل مع الناس وبيساعدهم وبيتكلم معاهم عادي. وبتيجي جوين عشان تطمن عليه ولكن بتقول له ان هي جايه تكشف على اسنانها، وبدون مقدمات بيعترف لها بين بحبه وبيطلب منها تديله فرصه يثبت ان هو بيحبها. فبتوافق جوين وبتكون سعيده بوجوده معاه، وبيخلص الفيلم. ما تنساش تقول رأيك في الفيلم ده في التعليقات، وتقدر كمان تقترح علينا أفلام في التعليقات نلخصها على صفحة فيلم تشينو، وما تنساش تعمل فولو لصفحة عبد عاطف عشان تتابع الملخصات الكوميدية. ويلا سلام.